صباحا مشاهدينا اينما كنتم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج كيف الحال. غادي نشوفوا من خلالها اليوم كيفاش كيتعامل الدماغ ديالنا مع الالام الجسديه اللي كنحسوا بها. دائما تنتسالوا كيفاش ممكن نستحملوا واحد الالم، كيفاش يمكن واحد الحاجه حنا كتالمنا اكثر من شخص اخر، واش هناك فرق يعني في غادي نقولوا في لا جيستيون، في تدبير ديال الدماغ ديالنا او في تعامله مع هذه الالم هذه بين شخص وشخص. هذا الشيء اللي غادي نشوفوه مع الدكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير دكتور. صباح النور عزيزه. الوغ الالام من الاشياء اللي تكرهها الانسان، يعني من الطبيعه ديال الانسان انه ما كيبغيش شي حاجه اللي تالمه اللي تضره، يعني اودلا دو الاذى، شي حاجه اللي كتوقعته في ديك الساعات ما تيبغيش يحس بها الانسان. كيفاش كيدير الدماغ ديالنا التدبير ديال هذه الاشياء؟ لان كنشوفوا بعض الناس اللي كيستحملوا الالام اكثر من اشخاص اخرين. نعم، هذه ملاحظه في المحل ديالها، وممكن ناكد بان دراسه الالام يعني هي من بين الدراسات يعني الصعبه جدا. يعني باش ان العلماء لقاو ذاك لو ميكانيزم دو لا دولور، لقاوه بواحد المشقه كبيره. وحاليا تم التغيير ديال هذاك التعريف ديال الالم، بحيث انه ولا الان كيتعتبر بان الالم هي تجربه عاطفيه وعصبيه عوض انها تكون جسديه. يعني الان يعني هذاك الشيء لا دولور اللي كنحس بها مثلا في الجسد، في الجسم ديالي، في المنطقه مثلا اللي وقع فيها واحد جرحه ولا اي حاجه، ولا اون بريسيون يعني ضرباتك شي حاجه ولا هذا، ففي مكان الجرح ما كاين حتى شي الم، الالم كله كيجينا من الدماغ ديالنا. وبالتالي فهذه التجربه هي تجربه عاطفيه وعصبيه اللي هي كترجم لنا بان راه وقع لي واحد التلف في احد اما هذا عضو من الاعضاء، وهذا التلف او هذا الالم ممكن انها تكون الام حقيقيه او الام وهميه. لان هذه المسائل هذه الالام الوهميه اللي كنلقاوها عند الناس مثلا اللي بسبب او باخر تم مثلا قطع واحد العضو من الجسد ديالهم، ورغم ذلك فالمريض يشتكي من الم في هذاك العضو رغم انه ما كاينش. اذا فهنايا تمت الملاحظه كذلك بان الناس اللي هما كيخضعوا اللي كيجيهم الم، فنفس الالم ربما او نفس الاسباب اللي هي موجبه للالم كنلقاو ناس اللي هما كيقدروا يتحملوها وناس اللي هما كيتحملوها ولكن بواحد الشكل اللي هو اقل. يعني ان ملي كنسولوا كل واحد كنقول ليه مثلا هذا الالم اللي انت كتحس به دابا الان من واحد حتى ل10 شحال، يقدر مثلا يكون هذا عنده درصه ضاره والاخر حتى هو عنده درصه ضاره، وهذا غادي يقول لنا 9 على 10 والاخر غادي يقول لنا 3 على 10. هذا لا يعني بان هذا عنده اخف من الاخر، ولكن كاينه شي حاجه اللي عندها علاقه بالتدبير ديال الالم في الدماغ ديالنا. الالم ما خصناش نخافوا منه الا كان الم اللي هو فقط كيبغي يوضح للدماغ، او الدماغ كيوضح لنا من خلاله بان خصني ناخذ الحيطه والحذر. نعم. بحال كيف ما قلتي بان ملي كنتجرح مثلا الصبع ديالي، او مثلا ملي كنوضع اليد ديالي مثلا لواحد المكان اللي هو ساخن، ف قبل ما كتوصل المعلومه للدماغ فكنوضع يدي، والدليل على ذلك وهو اننا كنرفعوا اليد ديالنا بداك لو ريفلكس من البلاصه السخونه قبل ما كتحرقنا. الاداه ديال الحريق راه كنحس به حتى كنهز يدي. علاش؟ لان هذاك لو سينيال او الاشاره فعوض انها توصل للدماغ مباشره كتمشي لنا النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي هو اللي كيعطينا هاد رده الفعل ديال انني كنهز يدي من المكان المحرق قبل ما كيترجمها الدماغ، وكيعطينا بان خصنا ناخذ الحذر ديالي. نعم. فمن بين الاشياء اللي هي ممكن انها تسكن الالم، يعني ممكن انها تساعدنا على الان الى لاحظتي بالنسبه خاصه بالنسبه للنساء اللي هما في اثناء الولاده فكيستعملوا لهم لا بيريدورال، فهذيك واحد الحقنه اللي هي كتكون في الاسفل ديال الظهر في العمود الفقري اللي هي محمله بلوسيتوسين. اذا لوسيتوسين يعني هو ماشي مخدر، ماشي لوسيتوسين هو الماده الاوليه ديالو اللي هي كتعطينا واحد التخفيف من الالم. الالم دائما لا دولور سي لوسيتوسين اللي كيهبط لنا. كاين حتى الان كنتكلموا على التخدير بالتنويم الايحائي، يعني في اثناء عمليات جراحيه. لا، العمليات يعني الجراحيه كنتخيلوا انه ما تكون عمليه جراحيه تكون فيها قطع مثلا ولا فيها فتح الجسد. بالفعل
يعني ما كان تخيلوش ميم با الالم. الوغ الان ممكن بدون مسكنات كيقوموا بهذه القضيه ديال التخدير بالتنويم الايحائي بليبنوز. نعم الليبنوز كيماش تري بيان تري تري بيان. اذا ملي كنكونوا مع واحد الخبير ديال الليبنوز وكيستطع انه يدير هذه العمليه فالعمليه ديالو شنو كيدير؟ لان الالم خاصه كنحس به تقريبا في 15 منطقه في الدماغ ديالنا. يعني ملي كيكون الالم ما كاينش فقط غير هذيك الباحه اللي كتعطيني هذاك الاحساس. كاين كذلك الباحه اللي كتعطيني الاحساس هي المنطقه لا زون سونسوري موتريس. ولكن كاين كذلك خصني نرد البال، خصني الالم غادي نربطه بواحد الذاكره اللي هي قديمه. وبالتالي كنلقى تقريبا 15 منطقه في الجسم في الدماغ ديالي كلها يعني اكسيتي، يعني تم الاثاره ديالها ملي كنحس بالالم. فالليبنوز غير باش نعقب على هذه المساله دي. الليبنوز فهو شنو كيدير؟ إل فا بغوي لو سيرفو، غادي يخلي ان جميع هذوك الباحات اللي هما تم التاثير عليهم بواسطه الالم غادي نخليهم في واحد الامود اللي ما كيخليهمش يتفاعلوا بواحد الشكل مع الالم مع الالم، وبالتالي كنكون اخف في الالم ديالي كيكون اخف. هو الالم مهم جدا ان الانسان تحمي به نفسه من الخطر، لانكم ما كانش حنا كنعرفوا كاين بعض الامراض الانسان ما كيحش بها بالالم بتاتا، فتلقى ان الانسان دائما معرض للخطر، دائما الجسد ديالو يعني مشوه بالضربات وداك الشيء. غير هي مثلا لو فات اننا نعرفوا كيفاش ان الدماغ ديالنا كيدير لا جيستيون ديال هاد لا دولور. شنو تقدر تفيدنا مثلا هاد المساله؟ شنو المزايا اللي كتولي عند الانسان حين يدرك هاد الاشياء هذه؟ تخي بيان، باش نكمل المعلومه اللي عطيتي دابا ديال ان بعض بان الالم هو مهم. كاين دابا الان امراض اللي ديكور سون دولور، هادو اجساد اللي ما كيحسوش تماما بالالم. وهاد لا بوبولاسيون هادي، هاد العينه هادي راه كيموتوا على 45 سنه 47 سنه. يعني السن ديالهم مقارنه مع السن ديال العام المعدل ديال الحياه منخفض. فهو منخفض جدا. وبالتالي فالاحساس بالالم فهو شيء اللي هو طبيعي وخاصو يكون عندي. اكتشفنا ان ممكن انني نروض الدماغ ديالي على الالم. يعني ممكن انه يتجاوب بواحد الطريقه اللي هي احسن وما نبقاش ديك المعاناه ما كتبقاش. نعم، خاصه الناس اللي عندهم الام بسبب امراض اكزاكتومون لي دولور كرونيك. كنتكلموا الان على الالام اللي هي مزمنه. اللي ممكن انها تصاحب خاصه الشيخوخه ولا تصاحب بعض الامراض الاخرى. هنايا ممكن اننا ندربوا الدماغ ديالنا باش انه يتجنب جوج ديال الحوايج. الاولى وهي لونتيسيباسيون. شفتي عزيزي الاستباق. شفتي ملي كيكون الانسان يستبق الالم، يعني ديك ناري انا غادي تضرني عاوتاني وغادي نبات بلا نعاس، كضرو وكيكون واحد يعني واحد المحق ديال السيروتونين اللي تكلمنا، لوسيتوسين عفوا، اللي تكلمنا عليه قبل قليل. يعني النسبه ديال لوسيتوسين تكاد تصل الى الصفر في لو سيستيم نيرفو بيريفيريك، هذا اللي داز لينا في الاعصاب ديالنا. والمساله الثانيه هي لونكسيتي. يعني ملي كنخدموا على لونكسيتي فنسبه الالم يعني كتنقص بواحد الشكل كبير. كنمروا من 9 على 10 الى تقريبا 5 4 على 10. يعني ان الشخص كيقول لك انا الالم اللي كنت كنحس به البارح تسعود هو الان 4 ولا 5. تخيل، شوف ما قدناش الوقت دكتور، يعني سي با جوست. غادي نمشيو هاد العشيه هادي ان شاء الله للراديو ياك باش نزيدو يعني نتعرفوا اكثر على كيفاش كيشتغل الدماغ ديالنا مع الالم، ونشوفوا حتى الفوائد ديال هاد اننا ندرك هاد كيف ما قلت لك قبيله العلاجات المتعدده. لاجيستيون شنو هي العلاجات؟ اللي هادشي كله الهدف منه التخفيف على الناس من المهم طبعا. دونك هاد العشيه هادي مشاهدينا غادي يكون معي الدكتور عبد الهادي القاسمي من 2 حتى ل 4 مباشره على امواج راديو دوزام. شكرا لكم والى اللقاء.